بعد ضمها كمحافظة جديدة في قائمة المحافظات بولاية وادي، فإن القطاع الصحي بطين جقربة بحاجة إلى بعض العوامل الأساسية لتستقيم العملية الصحية، وتكون المحافظة في مصاف التطور باعتبار الصحة عامل أساسي في التنمية. ويقول الدكتور أليسيم نيلسون: نستقبل المرضى وأكثر الأمراض هي الأمراض المستوطنة. ومن ناحية الممرضات ومدى مراجعة الخدمات الصحية للسكان، تقول إحدى الممرضات: والله نوجه لحكومتنا إن شاء الله يرسل لنا مستشفى كبير، لأنه مكان لنا والعلاج كثيرة ومطابق الحوامل كبير كثير. نتمنى من الوزارة يرسل لنا كمية من المستشفى. كما أعربت إحدى الزائرات قائلة: نحن نجد العناية اللازمة والاهتمام بالرغم من قلة عدد الممرضات، لذا نقدم الشكر لهذا الجهد الكبير. السكان يرتادون المركز الصحي بعد توعيتهم بتواجد الخدمات الصحية المختلفة بمركز صحي طين جقربة.